عقدت هيئة الرؤية الشرعية جلستها مساء أمس لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية. نعم، وقد أعلن معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وغدا الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ومن علينا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والإيمان. وبعد، فحيث أن دخول شهر رمضان لا يثبت شرعا إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان وإتباعا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان القطان والشيخ فريد يعقوب المفتاح والشيخ الدكتور إبراهيم المريخي والشيخ راشد حسن البعينين بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 21 مارس 2023 ميلادية. وإلى حين إعداد هذا البيان لم يتقدم للهيئة أحد بالشهادة برؤية الهلال، وبناء على ذلك فيكون غدا الأربعاء هو المكمل لعدة شهر شعبان 30 يوما، وأن يوم بعد غد الخميس 23 مارس 2023 ميلادية هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 ويجب صيامه، والله ولي التوفيق. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي، وإلى العالم العربي والإسلامي أجمل التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاح، وأن يوحد صفوفهم ويوفق الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقائه. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.